وتوا مع صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة أفل زهرة من الحياة. صباح الخير. صباح الخير والفل والياسمين والورد. أصدقائي شنحو لكم؟ لباسة؟ لباس الحمد لله والشكر لله. أنا موجود في روضة ستي هدى مع أصدقاء مزيانين ومنهم الدكتورة هذه الجميلة محلاها عسلامة. عسلامة. شنحو لك يا دكتورة؟ لباس. سافا؟ سافا. سافا الحمد لله. شو اسمك يا دكتورة؟ غزلان الخريفي. اسمها الدكتورة غزلان ما شاء الله عليها. وانتي ما شاء الله عليك جميلة هكا وما شاء الله عليك. قديش عمرك يا دكتورة غزلان؟ 5 سنين. عمرك 5 سنوات. وانتي فيش دكتورة انتي؟ دكتورة الأسنان. زود انتي دكتورة أسنان؟ هي قل لي يا دكتورة باش نحافظوا على أسنان قوية نجم ناكلوا بها النمر. هكا شو نجمنا نعملوا الأسنان؟ نعملوها نشيلوا معجون ونعملوها بالفرشة متاعنا. نعملوها بالفرشة. قديش من برشة مرات في اليوم؟ أي برشة مرات. أيوة. ويزمنا ناكلوا برشة حلوة؟ لا. بالحق؟ نعم. شنو تنصح أصدقائنا؟ باش ما ياكلوش برشة حلوة ولا ياكلوا برشة حلوة؟ ياكلوا برشة حاجات صحية. شو من الحاجات الصحيين؟ فقوس. أي. وزرر. أي. ورمان. والرمان. أي. وبنان والتفاح. والتفاح هذوما الغلال هذوما. وفي الأكلة هكا ناكلوا برشة هكا ولا شوي؟ ناكلوا ديما فطور صحي. ديما فطور صحي. مثلا فطور صحي هكا ناكلوا مثلا ناكلوا 5 هكا مكرونة؟ لا. مرة ومرة ناكلوا مكرونة ومرة ناكلوا مرقة ومرة ناكلوا كسكسي ومرة ناكلوا حاجة صحية. ومرة ناكلوا حاجة صحية باش تولي عنا معدة قوية. أي. إيش فيها معدتك اليوم؟ إيش حبيت فيها؟ حبيت فيها تفاح. أي. بنان. أي. ومكرونة. الله. هذوما الكل خبيتهم. وين خبيتها المكرونة؟ وريها لي ترى. في كرش. با 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 با. ولذيذة؟ أي. حارة؟ أي. تحبها حارة أنتي؟ تعطيك النشاط. ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. وكي جيت نني أنتي زاد تاكل برشا ولا شوي؟ ناكل برشا. زاد كي جيت ترقد ما يلزمنا من من ما ناكلوش برشا ونحن قبل ما نرقدوا باش المعدة نتاعنا تبدا مرتاحة. ناكلوا شوية ونمشي نغسلوا سنينا ونرقد. صحيح. وكي نفيقوا الصباح باش شنعملوا أول حاجة؟ نغسلوا ايدينا وسنينا ووجهنا ونفطروا ونمشي ونقرا. صحيح. قبل ما نمشي للروضة لازمنا نفطروا فطور الصباح خاطر هو فطور صحي. هاي تغنيني غنى بيه كيفك؟ بيعوا كيف والدنيا تجري عالكيف والاسبوع 7 ايام شكون يعرفهم بالنظام احد اثنين ثلاثة اربعة خميس وجمعة وسبت. الله الله توا تسويق الدكتورة غزلان هذيا ما شاء الله عليها محلاها الدكتورة غزلان اللي يدخل لكم الى اللي دكتور كيدز.